السلام عليكم. النهاردة طبعا اتكلمنا في السابق ازاي نرسم واخدنا الموضوع ببساطة. النهاردة هنتكلم في نقطة مختلفة وهي نرسم ايه. انا لو عايز ارسم دلوقتي حاجة طبيعة صامتة، طب ارسم ايه وارسم ازاي؟ في حاجة اسمها التكوين. التكوين ده هو الشكل اللي انا هعمله، اللي انا هوزع بيه العناصر بتاعت اللوحة حسب الرؤية بتاعتي. يعني انا عايز اعمل ايه، انا عايز ارسم ايه الفكرة بتاعتي، وايه العناصر اللي هحتاجها للوحة عشان توضح الفكرة بتاعتي، وازاي انسقها وازاي ارتبها بشكل مناسب. انا هرسم ايه مثلا؟ لو انا عايز ارسم، لو هنتكلم في طبيعة صامتة وقلت مثلا ان انا عايز ارسم ملوخية، يعني حلة ملوخية، ممكن ببساطة ارسم حلة بغطا يكون ده عنصر وده عنصر. ممكن ارسم ربطة ملوخية، ممكن ارسم بتاع التوم، ممكن ارسم اطباق وكده، ممكن ارسم ارنب. توزيع العناصر في الطبيعة الصامتة، والطبيعة الصامتة هي شكل من اشكال الرسم، يعتبر مفيد جدا في التدريب وكتير بيحب يشتغل عليه، خصوصا في مرحلة التدريب او كتدريبات. الطبيعة الصامتة بتدرس الفواكه، بتدرس الخضروات، بتدرس الاشكال الهندسية، بتدرس الاواني، كل حاجة في الحياة، كل حاجة بنستخدمها في الحياة الطبيعة الصامتة بتدرسها، وبتكون عناصر في اللوحات بما في ذلك الجماجم طبعا، واشكال مرتبطة بالوش لكن بتكون كاجزاء مقطعة. النهارده هنعمل تكوين بسيط. اواني طبعا زي ما قلنا ان ممكن احنا نعمل فكره مختلفه تكون خاصه بينا، لكن نشوف الفكره ايه ونشوف ايه العناصر بتاعتها. العناصر هتكون في حبات الفاكهه، حبات الاواني، قطع الاواني وما الى ذلك. نبدأ ننسق ده وبعد كده نبدأ نوزعه على اللوحة. في الناس اللي هترسم لايف او بتحب ترسم لايف بتبدأ تجهز دوت على ترابيزة او اي حاجة، ويكون كتكوين هما بيعملوه بنفسهم. لما هنيجي نرسم الاواني بشكل خاص، خلينا نقول ان اي جسم هياخد توزيع متماثل يمين وشمال زي الوش بياخد توزيع متماثل يمين وشمال، لان احنا بنقسمه من النص. كذلك في الاواني تقريبا بشكل كبير جدا ان الاواني دايما بتاخد توزيع يمين وشمال متساوي. فدايما لما هنيجي نشتغل على حاجة بالشكل ده ممكن نعمل خط في المنتصف. الخط ده هيقرب لي المساحة بتاعة الجسم ان انا اقدر اشتغل عليه بشكل سلس اكتر، ان اقدر اتحكم في التفاصيل يمين وشمال تكون كويسة اكتر. ممكن دوت ناخده يعني كجزء ندرسه بعد كده، لكن ده توضيح سريع. انا لما حاجة ارسم اواني، هرسم اناء، هاخد خط في المنتصف، الخط دوت هيوزع لي المساحة يمين وشمال بشكل متساوي. اقدر بعد كده من خلال خطوط تانية اعمل توزيع حسب تفاصيل الجسم بتاعي عاملة ازاي. انا هنا عندي اناء هيجي بالشكل ده. لما هاجي هعمل تكوين برسم من ورا لقدام، بجيب من الاخر للاول، يعني زي ما باجي ارتب قطعة وبعد كده قطعة تانية قدامها، بنفس الشكل هيكون الرسم بتاعي. دي القاعدة. Thank you.
زي ما أخدت هنا مساحة متساوية أبدأ أخدها من هنا، أنا كده عملت التخطيط نوعا ما. ده تخطيط كروكي. في رسم الأواني أي أجسام دائرية هبدأ أرسمها، أنا لو بصيت في الجسم ده هلاقي إن الجزء ده جاي بيمثل دايرة، بالشكل ده. لما هاجي في التظليل، هلاقي إن الجسم ده البروز بتاعي كبروز الدايرة هيبقى في الأمام. طبعا احنا مش هنتكلم في التظليل دلوقتي، ماشي. ازاي اقدر اتحكم في الاجسام الممثلة؟ انا بحاول ان انا اكون ملم اكتر بالموضوع. الاجسام الدائرية زي ما قلنا في رسمها، انا عندي الجسم ده بيمثل دايرة، يعني الجسم ده انا لو جيت على الفوق بتاعته هلاقي ان هي شكل دائرة، لو جيت على اي جزء فيه هلاقي ان هو بيمثل شكل دائرة، فوق تحت يمين ايا كان، هلاقي ان الجسم ده بيمثل في تصميمه شكل دائري. لو بصيت للدائرة بتاعه الجسم هلاقي ان هي دائرة عادية، لكن الدائرة ديت مستوية شوية، ممكن دوت هيبقى نوضحه في المنظور. استوى الدائرة ديت كأنها زي ما نمسك مثلا جسم زي ده سلاكة أذن، نلاحظ انا كده عندي الجسم ده دائري. لما هبدأ ان انا ارفع الجسم ده بالشكل ده هلاقي ان المساحة هنا بتاعت الدائرة قلت اكتر. دي الفكرة كلها هنا، ان انا بدل ما هعمل الجسم ده كشكل دائري هبدأ ان انا اقلل من المساحة دي، فيكون بمثابة تقويس. طيب عايز اقلل اكتر الشكل ده كده، انا اقدر اتحكم في الشكل بتاعي زي ما انا عايز حسب الرؤية بتاعتي. حسب لو الرؤية من فوق هيكون ساحة الدايرة اوسع ومعتدلة اكتر، كل ما الرؤية بتنزل لتحت بتكون مباشرة مع الجسم بتبدأ تقل لحد ما توصل ان الجسم بيكون بمثابة الخط اللي انا بشوف فيه الدايرة بالشكل دوت كمساحة مستقيمة. بنفس الفكرة هنا الدايرة عندي مساحة مستقيمة، لكن لما هننزل هنا هتبدأ في التقويس. طبعا القاعدة بتاعت الجسم، لكن هنيجي هنا هنلاقي التقويس بنفس الشكل. أصبح إن الجسم بتاعي من هنا هيعمل التقويصة دي، فأنا كده ممكن أشوف باطن الجسم، الجنب التاني والجنب الظاهر، الجنب الخفي اللي في الخلف اللي مش باين والجنب الظاهر عندي نفس الشكل. لو جيت عملت نفس الموضوع هنا وعملت الجسم هلاقي الزاوية عندي تختلف. طبعا ده هيختلف لحد ما نطلع لفوق، تبدأ الزاوية تقل بالتدريج حسب ما نوصل. ده هيفيدني في ايه هنا؟ هيفيدني في التظليل. لما اجي اعمل تشريح الجسم نفسه هاجي مثلا هنزل وامشي مع دائرة الجسم هنا، لو بصيت هنا في الخط المستقيم هلاقي ان ده الزاوية او الرؤية المباشرة للجسم، هنا تبدأ تنحرف حسب الدوران بتاعي مع الجسم. ممكن نبقى نتكلم في تشريح الأواني بعد كده، لكن ده شكل مبسط جدا. أبدأ أعدل الجسم بتاعي، أبدأ عايز أضيف عنصر تاني. ده نكمل الأول، ده
هاجي هشتغل طبعا، بيكون خط المنتصف بتاعي هو زي ميزان ثابت للعناصر بتاعتي. هبدأ اشتغل واعمل عنصر تاني في مساحة اقرب اكتر، زي الباسكت على سبيل المثال. عايز اعمل عناصر تانية طبعا، مهم جدا نشتغل على مساحة من الاسكتشات. المساحة هتكون زي تدريب، مساحة هنستفيد بيها كتدريب على العناصر المختلفة. يعني هتدرب على الفاكهة، هتدرب على الملابس، هتدرب على الأشكال المختلفة، أواني. ده هيفيدنا كمان لما هنيجي نرسم بالزيت، هنلاقي ان احنا بنشتغل بنفس الشكل من البعيد للقريب. طيب عايزين نضيف عنصر كمان، وهو هيكون كيس. بنفس الشكل زي ما عملنا، وهننزل بخط مستقيم
هنحط في الخلفية، هنعمل في الخلفية كمان تظليل ملابس كقماشة، هندخلها ضمن الخلفية. أصبح إن أنا عندي عناصر بالشكل ده. الإناء هيكون في الخلف، في الأمام كاس حبات الفاكهة، وبينهم باسكت من البوص. هنبدأ نوزعه. بالشكل ده طبعا، عشان دي حاجة هتاخد شغل كتير فانا هسرع على الفيديو. لكن انا هعمل ايه؟ هشتغل ازاي؟ انا هبدأ الاول ابني طبقة الرصاص الاولى. هبدأ اخد طبقة الرصاص الاولى على الشكل بالكامل، وابدأ بعد كده اغمق اغمق اظهر تفاصيل الجسم او تفاصيل اللوحه اول باول، خطوه بخطوه. تمام، وفي هيكون في اي ملاحظات هبدا اضيفها على الفيديو بعد كده. هشتغل في البدايه على الطبقه الاوليه للرسم درجه خفيفه، احاول اخفف ايدي قدر الامكان بالقلم، واعمل تظليل كامل لمحيط الرسمة بالكامل. في الشغل الاحترافي لما تحترف ان شاء الله هيبدأ الموضوع يكون اسهل من كده، ان انت ممكن تعمل طبقة الرصاص الاولية وبعد كده تبدأ تشكل عليها الجسم اول باول من غير تخطيط. يعني في ناس كتير كانت بتسأل ان في ناس بتشتغل من غير تخطيط. ممكن جدا مجرد ما ايدك تتمرن وتعرف كويس الشغل ازاي وهتشتغل ازاي وهتعمل ايه، فتبدأ ممكن تعمل طبقة الرصاص وتبدأ تشكل عليها من غير تخطيط ومن غير مرجع انها تشتغل عليها. هروح وانا شغال المناطق الغامقة والمناطق الفاتحة، المناطق اللي فيها ظل والمناطق اللي فيها حركة، ببدأ احددها وانا شغال واغمق الدرجة واخففها. طبعا ده بيبقى محتاج تدريب وممارسة كتير، فهو مش الامر البسيط. لكن الاساس او النقطة الاولى او الخطوة اللي احنا شغالين عليها هي الطبقة الاولية اللي احنا هنبدأ نشكلها. اشتغلت الاول، عملت الطبقة بتاعتي، حددت مناطق الظل بتاعي، حددت مناطق الظل الساقط للاجسام نفسها على القاعدة، بدأت احدد الاجزاء بتاعتي والعناصر بتاعتي. فحددت الباسكت الاول طبعا، لان الجزء السفلي من الاناء مش هيكون موجود معانا. فحددت مساحة الباسكت، وبعد كده بحدد الحركة في القماش.
طبعا انا هنا بشتغل بخطوط عشوائية شوية، مفيش ضرر ان حد يشتغل بالشكل دوت، لكن ده في الاساس هو بيكون مع التدريب، يعني تدريب كتير جدا على ما اوصل للمستوى دوت. فالافضل ان اي حد هيشتغل يبدأ يشتغل بهدوء وتأني اكتر، ويبدأ تكون خطوطه في التظليل متناسقة اكتر، طبقة التظليل تكون ناعمة اكتر، يعني ده هيكون افضل. وضروري جدا 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 في الممارسة دايما الهدوء والصبر اساسي. هنبدأ نشتغل في جزء تاني، وهنا عايزين نوضح نقطة. أنا عندي جزء متقسم الإناء، أنا عندي جزء متقسم لعدة أجزاء. الجزء دوت فيه مثلا الغطاء، في المقبض، في الجسم، ماشي، في الفوهة بتاعة الجسم والفوهة بتاعة الغطاء. كل جزء في الأجزاء دي بيكون ليه تظليل خاص بيه، يعني المقبض المفروض ان هو ليه تظليل خاص بيه، تفاصيل خاصة بيه، توزيع للظل والضوء خاص بيه، كذلك الجزء بتاع الغطاء، كذلك الجزء بتاع المقدمة بتاعة الغطاء أو الفوهة بتاعته، كذلك الفوهة بتاعة الجسم، كذلك الجسم بالكامل كقطعة واحدة بيكون ليه تظليل خاص بيه. دي نقطة واجب التوضيح عليها، وزي ما قلنا هنشتغل تظليل كامل وبعد كده نبدأ ندقق في التفاصيل خطوة بخطوة. هنا هنشتغل كمان بالشكل الأول، احنا اشتغلنا على مساحة واسعة، كنا بنشتغل بسرعة جدا. طبعا ده هنتعامل فيه لسه في خطوات تانية، لكن اشتغلنا على المساحة كمساحة كبيرة، هنبدأ نشتغل عليها كمساحة صغيرة بشغل أدق شوية.
طبعا الإناء عندي هنا واخد درجة غامقة، وطبعا تقدروا تلاحظوا نعومة التظليل. ببدأ أوزع الظل، أوزع التظليل حسب الفاتح والغامق من نفس الدرجة، يعني حددت درجة معينة من القلم بتاعي، اخترت إنها تكون المناسبة للإناء بدرجة غامقة. بدأت إن أنا أوزعها لدرجات معينة تناسب الظل والضوء. أبدأ أشتغل على كل جزء على حدة، وكل تفصيلة ببدأ مراعاتها وأنا شغال من فوق لتحت. طبعا واجب جدا أراعي إن إيدي ما تلمسش الرصاص، الأفضل تكون في ورقة تحت الإيد تفصل الإيد عن الورقة عشان طبقة الرصاص، وممكن تكون السكتش على استند يكون واقف قدامي، وده الأفضل في حالة الرسم بالشكل ده. بتحديد مساحة الظل والضوء عشان أبدأ التظليل بتاعي. بشتغل على توزيع الظل وبراعي نعومة التظليل وانسيابية الدرجة التظليل بين الفاتح والغامق، بحيث ما يكونش فيه أبدا قطع في التظليل بتاعي أو إظهار لدرجة عن درجة. لازم التظليل يكون ماشي مع الجسم بشكل انسيابي. سبت طبعا المساحة الخاصة بالضوء واشتغل على استكمال التظليل. واجب التنبيه كمان ان مساحة الكأس او الجزء المتداخل مع الكأس بين الكأس والإناء ده ممكن جدا ان هو يتاخد في التظليل ضمن تظليل الإناء نفسه، لان هيكون في الغالب بتاعه انعكاس لتظليل الإناء، لكن هيحتاج لمسات ضوء اضافي. لكن هنا ما حبيتش ان دوت يتم، عشان كده هديله تظليل خاص بيه، وكمان تأكيد على الدقة زي ما احنا شغالين، لأن كل جزء يكون خاص بنفسه وبتفاصيله. بعد ما خلصت توزيع التظليل بتاعي والدرجات بتاعتي، ببدأ أعمل زي إعادة أو مراجعة سريعة على التفاصيل بتاعتي، أشوف الجسم إذا كان ناقص مثلا تفاصيل معينة، محتاج إن أنا أغمق، محتاج إن أنا أظهر، أبدأ أضيف التفاصيل النهائية. هنبدأ نشتغل في جسم تاني أو جزء تاني وهو الباسكت. هنبدأ الأول نعمل المقدمة بتاعته من فوق. هنا أنا بظهر بس، أنا ما عنديش جزء ظاهر في المقدمة، وأنا بظهر بس الطرف بتاعها بتاع الجزء الخلفي اللي مش ظاهر في الجسم. بعمل تحديد بسيط بالظل، تحديد للظل وعليه لمسات بسيطة بسيب فيها انعكاس الضوء عن الجسم. وطبعا هنا في التحديد يبان ان جسم الاناء دخل في الجسم بتاع الباسكت الكبير، عشان لما عملت التحديد عملته قاطع مع الاناء، فاحتوى جسم الاناء جوه. ابدأ بعد كده اعمل تخطيط
للجسم بتاعي اوزع طبعا المقدمة او الجزء اللي فوق اللي بيبقى ماسك الجسم، هبدأ ان انا اعمل له تخطيط او تحديد مناسب ليه، وبعد كده اعمل تحديد مناسب للجسم نفسه. طبعا هنا بنراعي تشكيل الجسم عامل ازاي، انا عندي الجسم بوص متداخل مع بعضه، فابدأ اعمل له التشكيل بتاعه. كل جزء هيكون ليه تظليل خاص، ليه وقوع على الظل والضوء عليه، كل جزء متداخل مع جزء تاني، في تفاعل بالظل والضوء عليه، في ظل ساقط بين الأجسام وبعضها، ده كله بنراعيه، بنعمل التخطيط وبنبدأ نراعي ده كله في التظليل. عملنا الجزء الأول وبنكمل على الجزء الثاني. هنا زي ما وضحنا أنا عملت خطوط، الخطوط دي هي فاصل بين الحركة بتاعة البوص، حركة الخيوط بتاعة البوص وبعضها، بنراعي إن في تداخل هيكون. أنا عملت خطوط طولية هتوزع مساحات البوص، لكن بنراعي ان في تداخل بين الخطوط وبعضها، بين البوص وبعضه، فبنبدأ نراعي دوت. لما بعمل صف نوعا ما، الصف التاني بيكون عامل حسابي ان هو هيدخل مع الصف الاول، فما ينفعش يكون على نفس المستوى، بيكون في توزيع في المساحة بينهم بحيث تعمل تداخل بين الطرفين وبعضهم. وطبعا اشتغلت على المساحة ككل، حتى بما فيها مساحة الظل اللي هي هتبقى مساحة معتمة كمان. عملنا التخطيط طبعا، سيبنا مساحة الضوء. هنا عايزين نركز على نقطة مهمة اوي، هي ايه تفاصيل الجسم دوت، يعني نحاول ندقق فيه شوية. ده مهم جدا لما هاجي ان انا ارسم جسم، لازم ان انا اكون عارفه كويس. فانا هبص هنا هلاقي بوص او ايا كان، فانا عايز اعرف حركة البوص عاملة ازاي، ايه الفروق دي، وازاي التداخل بين الاجزاء بتاعته. فانا هاجي مثلا هاخد مثل هنا، هلاقي الارتباط بين التفاصيل من هنا كده، جسم ده جسم تاني، الجسم دوت عليه ظل ماشي، الاجسام ديت سايبة تأثير عليها، فهشوف الاحظ الضوء على كل جزء عامل ازاي، والظل واقع عليه عامل ازاي، براعي ان النقط البسيطة دي اللي هي بتمثل الطرف اللي ماسك الخيوط كلها ببعضها، لازم نلاحظ برضو ان هو ليه جزء وليه تفاصيل وليه ظل وضوء واقع عليه. ابدأ اشتغل عليها بشكل سليم، امسك وليكن جزء بسيط، اسيب مساحة الرباط بتاعه، ابدأ اعمل ظل وظل ليه كمان على الجزء اللي تحتيه، من هنا نفس الكلام، انا بعمل له ظل ساقط على الجزء اللي تحتيه، الجزء اللي تحتيه كمان بدوره هيدي ظل تاني على الجزء اللي تحتيه. فانا بخرج
بالجزء بتاعي بتظليل بسيط ليه، أراعي بعد كده الرباط بتاعه وتفاصيله والظل والضوء عليه، وأبدأ أشتغل على كل التفاصيل دي بنفس القوة. كل جزء ليه شغله، أبدأ أديله اهتمام. بدأت أخد كل طرف أعمل له التشكيل بتاعه الخاص بيه، أعمل سقوط الظل عليه أو سقوط ظله على طرف آخر، أبدأ أعمل له تظليل تدريجي بسيط، وهو ده نفس الشكل اللي هيفضل شغال بيه على كل الجسم.
هنا انا بدأت اشتغل بعفوية اكتر او اشتغل بسرعة اكتر وانطلاق اكتر. انا عارف تشكيل الجسم ده عامل ازاي، فهو ترابط الخيوط بتاعة البوص ببعضها، فابدأ اشتغل على كل جزء ان انا اخده من المساحتين، من مساحة الصف اللي جنبه، من مساحة الصف اللي جنبه على اليمين لمساحة الصف اللي جنبه على الشمال في المنتصف، فادخل اخد الجزء بالكامل كتقاطع لحد ما اوصل للتقاطع معاه مع طرف تاني ابدأ اشتغل عليه، بيكون بشكل مايل شوية كتدريج لخيوط البوص. ده هيفيدني اكتر، هشتغل بسرعة اكتر، بس ده مش اللي هو مش هيكون الدقيق قوي ان هو يديني النتيجة الاحترافية ان انا حدقق في اصغر التفاصيل، لكن هيديني نتيجة مرضية ان انا هاخد فعلا تشكيل الجسم بشكل صحيح وتظليل صحيح، لكن بانطلاقة اكتر وبعفوية اكتر. طبعا راعي انا عايز اشتغل ازاي، انا لو عايز اشتغل بهدوء فهفضل ان انا هركز على كل جزء مهما كان دقيق، عايز اشتغل بسرعة فهبدأ ان انا اخد تشكيل الجسم وابدأ اخد تظليل عليه بشكل سريع وفي نفس الوقت فيه اهتمام كمان. انا عملت التحديد فعلا لمنطقة الظل، لكن لانها منطقة هتكون معتمة، منطقة هتكون غامقة، فمش هديها الاهتمام الكافي في التظليل، هاخدها بدرجة واحدة في النهاية.
وهنا لما هبدأ أشتغل في منطقة الظل هراعي كمان تدريج الطبقة فيها بين الفاتح والغامق بحيث تطلع معايا بشكل أكثر دقة. طبعا زي ما وضحت قبل كده، في حالة ان انا عايز اعمل رسمة او اعمل سكتش او الكلام ده كله، انا ببدأ اشتغل على بناء بالكامل للوحة بشكل عام. يعني بشتغل على اجسام معينة، فببدأ اشتغل على الاجسام كلها بمراحل معينة للاجسام كلها. يعني ابدأ بالطبقة الاساسية، ابدأ بعد كده ببنى التفاصيل الكبيرة، ابدأ بعد كده ببنى التفاصيل الصغيرة. كل مرحلة بتستخدم ادوات خاصة بيها، بيكون في تفاصيل خاصة بيها أشتغل عليها. أنا هنا هشتغل على الأجسام، يعني بشكل بنسبة كبيرة على الأجسام، كل جسم لوحده. بدأت الأول بجسم السمرة، حبة فلفل. هبدأ أشتغل، أعمل توزيع الظل والضوء، أعمل توزيع للدرجات بتاعتي وتوزيع درجات التظليل. أبدأ بعد كده أشتغل على الظل، وراعي طبعا اسيب منطقة الضوء، اسيب المناطق اللي هتاخد تدريج خفيف، واشتغل بهدوء. ممكن جدا ان انا ابدا بدل ما اشتغل بالدرجات الغامقه او بدل ما اشتغل على الظل، ابدا اشتغل بالدرجات البسيطه والفتحه، واتقل بعد كده خطوه بخطوه. هنا بدات اشتغلت من الظل، رايت ان انا اسيب مساحه الدرجات الخفيفه، وابدا ان انا اشتغل عليها واعمل تناسق في التدريج مع الجسم. بعمل كمان الظل الساقط على القاعدة، ظل الجسم، وده بيساعد في إظهار الجسم بتاعي بشكل أفضل وأنا شغال عليه، فيكون أوضح في الرؤية بتاعتي. كل جسم بشتغل عليه ببدأ أديله التشكيل المناسب لي. يعني أشتغل في الجسم حبة فلفل، غير جسم بصلة، غير ثوم. ببدأ على كل جسم أديله التشكيل بتاعه المناسب لي اللي هيساعدني في التظليل بعد كده، إن أنا أبدأ أشتغل تظليل بشكل سليم وكويس.
بعد ما أخلص تظليل للأجسام بتاعتي ببدأ أشوف كدي جزء اشتغلت جزئية اشتغلت عليها الأجسام دي، فببدأ أشوف التفاصيل الزيادة اللي ممكن أضيفها أو اللمسات النهائية اللي ممكن أضيفها عليها. طبعا بعد ما خلصت تظليل الأجسام هبدأ أشتغل على تظليل الكأس، ونراعي إن تظليل الزجاج بيكون ليه يعني تفاصيل خاصة به، زي الإنعكاس، زي الشفافية، الظل فوق، الظل في الزجاج بيكون بارز أكتر، بيحتاج دقة واهتمام أكتر. هبدأ أوزع تفاصيل الجسم زي مساحة المشروب من الكأس، مساحة الظل والضوء، التوزيع بالكامل لمساحة الجسم عموما. طبعا حددت مساحة المشروب، وهي بتكون مساحة مسطحة لشكل المشروب أو لسطح المشروب في الكأس. ببدأ أظهرها تظليل متدرج، برضو أشتغل بعد كده على تظليل الكأس من الأعلى اللي هي هتاخد شفافية من جسم الإناء في الخلف. أبدأ أحدد مسطح الجسم بتاعي أو شكل الإناء بشكل دقيق أكثر. أبدأ بعد كده أشتغل على المساحة السفلية أو مساحة المشروب في الكأس. طبعا هتكون مساحة أغمق وهتختلف حسب نوع المشروب اللي موجود، يعني في حالة إن أنا برسم أي جسم زجاجي هيختلف الموضوع حسب المشروب اللي موجود فيه وشفافية المشروب ومساحته والكلام ده. نكمل بتظليل تدريجي للجسم، ونراعي في تظليل الزجاج ان هو حتى في تشكيل الاجسام نفسها ما بيديش درجة قوية في التظليل. الجسم شفاف، درجته بتكون بسيطة جدا، وتأثير الظل والضوء عليه بيكون بسيط جدا، الا في حالة طبعا وقوع جسم تاني او تأثير جسم تاني في التظليل عليه. فانا هنا عملت العمود بتاع الكأس بتظليل بسيط بتدريج من المنتصف بخطوط بسيطة، والقاعدة بتاعته عملتها بتظليل بسيط كمان، لكن بتأثير الجسم أو الأجسام اللي حواليه ادت تأثير غامق شوية أو احتاجت تظليل غامق شوية. نقطة إضافية هنا وهي التسييح. التسييح هو تنعيم طبقة الرصاص أو تنعيم الخامة عموما، ممكن في الرصاص أو الفحم أو ألوان خشب باستل. مهمة التسييح زي ما قلنا هو تنعيم طبقة الرصاص، في حالة طبقة الرصاص بتاعت خشنة التسييح بينعمها. التسييح بالشكل الأكاديمي أو التسييح بالشكل الاحترافي المتعارف عليه، وبيتم بالقلم بأن أنا أخرج من خلال القلم طبقة رصاص ناعمة هادية دقيقة شوية زي ما كان في الدرس السابق. هنا هنستخدم التسييح العادي، هنبدأ نسيح بقطنة. أدوات التسييح ممكن قطنة، ممكن منديل، ممكن سلاكة أذن، ممكن في أقلام خاصة بالتسييح. هنبدأ نسيح الخلفية، هنشتغل في البداية على الخلفية تسييح. بنراعي طبعا نبدأ من الفاتح وصولا للغامق، عشان كل ما الطبقة كانت أغمق معانا كل ما كان تأثيرها على أداة التسييح أشد، وده طبعا ممكن يضر في حالة ان انا جيت سيحت في البداية على طبقة اغمق وجيت اشتغلت على طبقة افتح، فهيأثر ان هو يغمقها اكتر. هشتغل على الاجسام بالتسييح بشكل عام ما عدا جسم الباسكت، عشان طبعا تفاصيل صغيرة فمش هيناسب معاها القطن المنديل.
طبعا بعد ما انا عملت طبقة التظليل بتاعتي بالتسيح ابدأ اشوف التفاصيل الاساسية، وانا هنا عندي تفاصيل اساسية في الاناء والكأس، فابدأ اعيد على الضوء بالمساحة، هبدأ اظبط مساحة الضوء في الجسمين وابدأ اضيف عليهم تفاصيل الظلال الموجودة بسبب الباسكت او الاجسام عموما اللي هتأثر على التظليل عليهم. اي جسم لامع بشكل عام هو هيستمد انعكاس لظلال الاجسام التانية عليه، ده موجود هنا عندي في جسم الاناء وفي الكأس. بكده نكون وصلنا للنهاية، ودي الخطوة السادسة من الخطوات بتاعتنا اللي اشتغلنا فيها على عمل احترافي نوعا ما وتكوين كويس. في حاجات كتير ممكن تغيب عني، اي حد عنده اي استفسار مفيش اي ما يترددش ابدا ان هو يقوله وانا هجاوبه عليه ان شاء الله. وأتمنى الموضوع يكون عجبكم ويكون مشجع كفاية على الشغل، وأتمنى التوفيق للجميع.